مرحبا بحضراتكم مرة كمان، ودي الفقرة الأخيرة، والفقرة دي هتبقى ميكس كده ما بين نتكلم الفن شوية والتحليل الكروي شوية والإنسانيات شوية والعيلة شوية والأكل شوية، حاجات كتيرة جدا هنعرفها وكواليس وحكايات طبعا كتيرة عن عمل ضيوفنا، وتحديدا بنتكلم كمان في شهر رمضان. خلينا نرحب بالفنان المميز جدا محمد السعداني وشقيقه المحلل الكروي أحمد السعداني، واللي بالمناسبة هم مش شبه بعض خالص ولا ليهم علاقة ببعض. يا مساء الفل. مساء الفل، كل سنة طيبين وأنت بالصحة والسلامة، منورين الدنيا كلها، أهلا بيكم معانا. بس فعلا مفيش أي شبه خالص، وبعدين الوراثة مسبعة في حد ومسبعة في حد. خدت بالي انا من التفصيله دي، كل ما حد يقول لنا الجمله دي كله على احلى. اه بالظبط، انا الوراثه عندي سافرت خالص. منورين النهارده، كل سنه وانتم طيبين. لا، وفي فرع، انتوا عندكم فرع سوري، مامتكم صح كده؟ زي بالظبط. ايوه مامتنا سوريه. ده اكيد هياخدنا للكلام على الحلويات الشاميه. ايوه، والاكل والمقلوبه. بس تعالى قبل ما نوصل للحلويات الشاميه، تعالى نبتدي ببدايتك انت شخصيا وفيلم الناظر. احنا بنتكلم على عمل سينمائي استثنائي من كل النواحي طبعا، وكان تيرنينج بوينت ومنعطف كبير طبعا في السينما المصريه في العصر الحالي. فكره ان انت وقفت قدام حد بحجم وبخفه دم وباستثنائيه الراحل العبقري العظيم علاء ولي الدين طبعا، واقف قدام كاميرا شريف عرفه، لا دي حدوته. لا، ودورك ودورك حتى وان كان ما هوش الواو الكبير، بس انت علمت وقتها جدا. الحمد لله. يعني الحمد لله. هي القصه كلها بدات اساسا ان انا اساسا كنت كومبارس في الفيلم ده، يعني انا كنت رايح وماليش دور اساسا. كان انا كنت عملت اوديشن. طب رحت بناء على ايه؟ ما انا اقول لك بقى، انا كنت عملت اوديشن وكان المساعدين بتوع استاذ شريف عرفه اساتذه كبار دلوقتي، مخرجين كبار دلوقتي، يعني علي ادريس، مروان حامد، احمد علاء الديف، دول المساعدين بتوع استاذ شريف. فانا عملت اوديشن وانا كنت قريت في الجرايد بقى ايام زمان عن الفيلم، وكنت بحلم ان انا ابقى في الفيلم ده. فرحت عملت اوديشن وكان في دور كده، والدور ده رحت التصوير قالوا لي ده اتلغى اصلا، يعني الدور اساسا اتشال. فانا قلت مش مشكله، انا حابب ان انا اتعلم وبشتغل مع اساتذه كبار، فانا موجود. فطول ما انا في التصوير الاقي استاذ شريف عرفه قاعد عمال يبص لي من فوق لتحت ومركز معايا جدا. فانا ابتديت اقلق، قلت انا شكلي وحش، لبسي وحش، اي حاجه انا مش فاهم. وانا كنت من الناس اللي قاعد مركز بقى اشوف الكاميرات واشوف الاضاءه والعدسات، عايز اتعلم طبعا. اللي في سني بقى ساعتها ايه، ما فاهم رحله طبعا. فجي مروان حامد قال لي ابسط يا سعداني، ده الاستاذ شريف معجب بيك جدا وعايزك تعمل دور. قلت له انا؟ قال لي اه. الكلام ده ينطبق عليا انا. قلت له يا استاذ مروان، هو قاعد بيبص لي؟ قال لي هو استاذ شريف ليه بصه كده وبيقعد بيركز جدا في التفاصيل، يعني لو حد شايف فيه حاجه بذره فن او حاجه بيلقط. فقلت له يا سلام الله. المهم جابني وقفت قدامه، هو احمد حلمي، قال لي يلا يا سعداني اعمل البروفا. فانا عملت البروفا والسكريبت كان المفروض ان انا بيقول لي هو بالسين سامي سمين، ده الحوار. فانا قلت سامي وبعد كده قمت قال ساميه، فقعدوا يضحكوا جدا. فانا برضو مش فاهم هو بيضحكوا ليه، فقلت لهم بيضحكوا ليه؟ انا افتكرتهم بالترقي، يعني انا مش فاهم برضو، مخضوض وبتاع. قال لي انت جبت ساميه دي منين يا ابني؟ دي سمين مش ساميه، انت ازاي يعني ولد وبتقول ساميه وبتاع. بعد كده راح قايل كات وقال لي حلوه ساميه دي قولها. وبعد ما خلصت الشوت قال لي انت تيجي بقى كل يوم وكل ما هلاقي حاجه هدخلك. يا سلام. اه والله العظيم. حلوه دي. فهي القصه كلها جت كده، ان انا من ماليش حاجه الى ان الحمد لله بقى دور كويس جدا متقدم شغل كويس. ورجعت بقى البيت وحكى لكم بقى طبعا القصه. طبعا. لما سمعته ده بقى يا احمد ايه بقى رد الفعل وطنط وانكل؟ هو انا اصلا الاول انا كان بالنسبه لي ان عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان محمد مثلا هيبقى بيمثل او هيبقى طالع مع حد مشهور او كده. فانا كان بالنسبه لي محمد كومبارس يعني بيعدي بقفاه. الحمد لله عيله ساند بعض جدا. فبقيت بقى اللي هو كل ما حد من صحابي يشوفني وبتاع اخوك اه بتاع سامي فاهم. فلا يعني انا بصراحه لا بس ما تنكرش ان انت اتصيدت في شلتك بعد النجاح الباهر بتاعك. انا كان عندي مدير في المدرسه الله يرحمه، كان كل ما يشوفني لازم يحكي لي القصه ان هو اللي مخلى محمد يمثل. والله العظيم قاعد يحكي لي القصه من وانا عندي 10 سنين لحد ما انا مثلا خلاص. انا اللي اكتشفته بتاع فاهم، وانا اصلا كنت مجننه في المدرسه، كنت مجننهم كلهم. كانت كده بس طبعا كانت بدايه طبعا. انا اشتغلت يعني العمل ده كل اللي فيه نجوم يعني حاجه طبعا كانت عظيمه. بتنتقدوا شغل بعض وبتركزوا في شغل بعض وبتنصحوا بعض جداً. ولا الحكايه ماشيه زي ولا لان المجالين مختلفين فمش مفيش نقطه لا لا جدا جدا جدا. يعني انا لما اروح اتفرج عليه في اي ماتشات مثلا، او لما مثلا اشوف له حلقه بيحلل فيها ولا بتاعه اقول له رايي واقول له لا لازم. بس انا بتكلم بقى ايه غصب عني، بتكلم المنطقه الفنيه طبعا فاهم. يعني مثلا قرويا ممكن يبقى في معلومات مش عندي قوي، بس انا لا اقول له لا التصوير، لا الكاميرا، لا مش عارف الاضاءه، لا اللبس والالوان وحاجات كده. هو محمد ساعدني جدا اصلا في الاول، لان انا الاول انا اول ما بدات انا كنت بعمل كل حاجه لوحدي المفروض.
بس هو محمد بقى ساعدني في حته التصوير وحته ان انا ازاي اصور على كروما يعني. وازاي هو اللي ساعدني جدا في اول حلقتين ثلاثه وبعد كده علمني انا ازاي اقدر ان انا اعمل كل الكلام ده لوحدي وانا بالوقت بقى بقيت اعمل الكلام ده لوحدي فبالنسبه لي بقى الموضوع اسهل شويه. وهو نفس القصه برضو لما بعمل اي مثلا اعمال فنيه ولا حاجه يجي يقول لي ده كان حلو قوي لا ده مش عارف ايه دي الحته دي وهكذا يعني. حلو جدا. ومين انت اصغر صح احمد؟ اصغر مني ب 10 سنين. 10 سنين 10 سنين لا يا راجل لا مش باين 10 سنين. انا شكلي اصغر. يعني انت عمال تقول انا الاحلى انا الاصغر ايه تاني انا الاشهر جايبني بهدلني مش جايبه بهدله. طب احمد عايز اسالك على يعني ايه معلش سر حبك في الرياضه اصلا ولا هي حاجه بتيجي كده؟ لا بصي انا اصلا بلعب كوره من عندي 5 سنين. انا كنت موهوب كهاوي ولا كلاعب؟ انا كنت بلعب انا من يعني متربي في نادي الصيد اصلا طول عمري. فانا من وانا عندي 5 سنين دايما كنت وانا بلعب كان يعني لعبي ملفت قوي للناس الكبار والمدربين وبتاع. فلحد ما كان في مدرب يعني اسمه كابتن بدر الله يرحمه هو كان في النادي قال بقى لبابايا ومامتي ان لازم ده يدخل الكوره وبتاع. فانا كنت مميز جدا انا كنت مجنون كوره بقى بحب اتفرج على ماتشات واحب العب وبتاع. فالموضوع خلاص بقى في دمي فقعدت العب الفيلد بقى كملت بقى جدا ولعبت في انديه جامده بس انا كبيرة يعني. بس انا يعني الاصابات عطلتني جدا ودماغي شويه طب نقطه التحول بقى للتحليل انا طول عمري بحب جدا انا مش بتفرج على الماتش مثلا زي الناس اللي هي بتتفرج وخلاص لا انا بركز في حاجات معينه التفاصيل. وبتفرج على المحللين من وانا طفل يعني كنت مثلا بحب اتفرج على ميدو جدا وهو بيحلل في بين سبورت زمان لا يعني مش الماتش يخلص خلاص اقفل لا احب ادخل اتفرج على التحليل بتاع الماتش والتحركات والمدرب ده بيلعب ازاي بحب الموضوع ده جدا حل. فانا لما ربنا ما وفقنيش قوي في حته ان انا اكمل كوره بسبب الاسباب يعني اللي انا لسه قايل عليها هو لسه بيلعب لحد دلوقتي انا لسه بلعب بس مش بلعب يعني بلعب كده اللي هو في الصيد جنب شغلي وبتاع فحسيت ان انا لا يعني انا محتاج اطلع الطاقه دي بدل ما انا بقعد اتكلم مع الناس وبتاع لا طب ما خلاص طب ما انا اعمل فيديوز واتكلم واشرح والفكره ان هو اصلا لعيب كوره فبيبقى بيتكلم انا عايز اقول لحضرتك ان انا الموضوع ان انا لما بدات كنت بالنسبه لي لو الناس كانت اللي هو كده كنت ممكن اهمد مثلا وما اكملش انا بادئ بقالي 8 شهور بس ردود الافعال فعلا كانت كويسه جدا لقيت ناس كتير قوي بتخش تعمل لي فولو وناس كتير جدا ما اعرفهاش او ما كلمتهاش بقالي سنين لا انت جامد انا مستني رايك كمل طب مش عارف ايه وحتى ناس من صحابي لعيبه الكوره اللي بيلعبوا عامه في الممتاز او في الكلام ده بيقولوا لي لا انت جامد وقراك جامده لان انا لعبت واضح ان انتوا عندكم حته التالنت موجوده بس كل واحد بيحط يعني بيوجهها في الطريق هو بيمثل برضه على فكره يعني انا بفهم في حته التمثيل يعني محمد بياخد رايي في حاجات كتير مثلا في ادوار او في كده بياخد رايي هو في بعض الاحيان بتحصل مع بعض الفنانين بيسموها حتى لعنه البدايات لما يكون في فنان بدايته قويه قوي او مشارك في عمل استثنائي من الافلام اللي هي الخالده اللي ما تنسيش في ناس لما بتتحط في الظروف دي بتكون نقطه انطلاق فظيعه بالنسبه لهم طبعا. وفي ناس تانية لا ما بيحصلش معاها رد الفعل ده بل وبتختفي تماما انت ما اختفتش طبعا بس طبعا. على الاقل هل اللي حصل معاك بعد الفيلم ده يتسق ويتماشى مع فكره ان انت بدايتك كانت قويه بالشكل ده هو يعني طبعا انت عندك حق طبعا انا الفكره كلها ان انا اول لما ابتديت انا ابتديت مع كل نجوم مصر يعني انا من بدايه انا خلي بالك برضو انا اول مره امثل فيها كان اول واحد خلاني امثل الاستاذ نور الشريف قبل فيلم النظر بسنه تعامل فيلم اسمه العاشقان كان اخراج الاستاذ نور الشريف طبعا. وعايز اقول لك ان انا من ضمن الحاجات الكوميدي ان انا رحت الاوديشن ده واول لما دخلت لقيت كل جنات مصر جوه فانا طبعا انا كنت اصغر بقى واتخن بكتير وبنضاره وراكب تاكسي وجاي فانا قلت انا والله العظيم هتاخد الغريبه بقى ان انا دخلت والوحيد اللي اتاخد في الاوديشن ده كله هو انا ما اعرفش هو شاف فيا ايه هو استاذ نور الشريف بص خلي بالك بص ما هو تعالى نعمل فلاش باك من شويه كده كنا احنا بنقول ايه من شويه ان انت مين كان عمال يصغر لك قبلها بكام سنه حد بقدر شريف عرفه طبعا وبعدين فنان النجم الكبير نور الشريف طبعا رحمه الله عليه هو كان شخص استثنائي بقدر استثنائيته كفنان طبعا وليه رؤيه ثاقبه وليه نظره مختلفه ويعرف يطلع الفن اللي انوجد في اي بني ادم بالظبط لا دي وده كان اشاره كافيه على فكره طبعا وهو كمان ساعتها انا قال جمله عمري في حياتي ما انساها فبص للمساعد اللي معاه وقال له شبهي يا بس مش قصده شبهي شكلا لا مش شكلا يعني. فانا طبعا انا ساعتها بقى فاهم اللي هو انا ما فهمتش بقيت بقى ماشي عمال اقول لابويا وامي انا شبه نور الشريف يعني فاهم انا شبه نور الشريف انتوا بس اللي مش واخدين بالكم بالظبط هو شاف فيها حاجه انا مش عارفها لحد دلوقتي وكنت اول مره امثل معاه كنت واخد دور برده في فيلم العاشقان يمكن لو شفت الفيلم مش تعرفني كنت اصغر وارفع بكتير وحاجات كده وبعديها بقى قعد فيلم الناظر عملت حاجات كتير قوي ما تيجي نرقص وملك وكتابه واسف على الازعاج ومطب صناعي وعند ليه بتدقي عملت اشتغلت مع نجوم كبار جدا بالزبط. الى ان بعد 2010 2011
الخطة والسينما والصناعة اتغيرت تماما طبعا. وطلع أجيال تانية كتير جدا، وفي نفس الوقت الدنيا اتغيرت من سينما لفيديو فأنا حصل لي فاهم، في حصل كده فجأة كده اللي هو ايه ده، هو في ايه فالبلان كلها اتغيرت، والنجوم اللي انا كنت بشتغل معاهم كلهم. هل قعدت ترتيب اوراقك بما يتماشى مع المستجدات؟ بالظبط قعدت الترتيب ده، لان انا قررت ان انا ساعتها لا انا لازم اغير الستايل بتاعي تماما. انا كنت اتخن من كده بكتير، خسيت جدا، وانا طول عمري كنت بحلم ان انا اعمل ادوار ما فيهاش كوميدي. فطول الوقت كان المنتجين يعني والمخرجين اسعدني، انت كوميديان احنا بنجيبك تضحك. دي مشكله الانتاج في بعض الاوقات. انا عايز اقول على حاجه، يعني ان انا بشوف حاجات كتير لمحمد، مسرحيات وحاجات كده، هو محمد كممثل اجمد من كوميديان بكتير جدا والله العظيم. يعني عارف حضرتك لو شفت مثلا ابو العروسه من احلى الادوار اللي انا شفتها لمحمد، وبعيد عن الكوميديا تماما خالص، دراما وبتاع. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت مروح من الشغل لقيت مامتي وبابايا قاعدين بيعيطوا. لا صدقوا لا انا كنت بتفرج، عشان انا في انا ما كنتش بتفرج على المسلسل، كنت عملت حادثه وخلاص بموت، فلا قاعدين بيعيطوا لا فلا داخل بقى من الشغل وبتاع، فانا ما اتفرجش على المسلسل اصلا. فلقيت امي بتعيط وبابايا قاعد متاثر، فبقول لها في ايه؟ قالت لي محمد عمل حادثه بالموتوسيكل وفي المستشفى. فانا بقى اتخضيت بقى قلت طبعا يعني ابويا لاني اتشنكت كده وبتاع، قال لي يا عم سيبك منها ده في المسلسل. الفكره كلها كانت ان انا اضطريت ان انا اخس وغير الستايل بتاعي تماما، علشان خاطر اخيرا بداوا يشوفوا فيا ان انا بعمل. هو انت حقيقي حماك الفنان سيد راكب؟ لا يا راجل. والله لسه قاعد معانا من شويه. تحياتنا ليه، لو بيتابعنا دلوقتي تحياتنا ليه. احنا برضه بنتكلم على فنان قدير بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا. انتوا الاثنين متجوزين ولا لا؟ انا متجوز. لا انا سنجل خالص. انا سنجل. لو في عروسه تمام، بس تعدي عليا الاول. يعني افهم من كده ان انت البيت عندك بقى فيه طقوس مختلفه. احمد انت مع باباك ومامتك؟ اللي هيعملوه هيطبخوه هناكله. لا امي دايما بتطبخ لي انا اكل معين شويه، يعني دايما مطلع هنا في القصه دي، بس انا على طول عشان عامل دايت او الكلام ده فبطلع عينها في الاكل العادي بقى. محمد بياكل اكل مظبوط. طالما الوالده سوريه ما بقاش عندكم اي مشكله متعلقه بالاكل؟ طبعا طبعا ماما طبعا. بس احنا يعني ايه، يعني احنا متعبين شويه. يعني انا مثلا فاكر زمان قبل ما اتجوز يعني واعيش لوحدي، واحنا صغيرين كلنا انا واخواتي، احنا سته، ثلاث بنات وثلاث ولاد. فاحنا بقى مثلا ايه، انا امي طيبه قوي وست بيت بقى، ما وراناش حاجه غير انها قعدنا. فتبقى عامله النهارده عامله ايه؟ انا عامله باميه وملوخيه وفاصوليا وكده. ليه؟ عشان ابراهيم بيحب دي واحمد بيحب دي ومحمد بيحب دي. انا طبعا باكل كله. كان باكل اكل بس يعني بس بس هي دي الام السوريه على فكره. طبعا انا برده مامتي السوريه هي. وده حلو ووحش يعني، لغايه لما بنكبر حتى لو ما اتجوزناش، لو عمرك 30 سنه تقعد تعمل لك الفطار وتجيبه لك عادي السرير، وما بيحسوش ان ده يعني حاجه بالزبط. زياده هو لا هو ده الطبيعي. انا كان لازم اتجوز واحده تكون بتعرف تطبخ علشان اعرف اعيش، والحمد لله يعني لقيت. لا بشهاده امي كمان. لا مراته اكلها حلو قوي بصراحه. وانت ايه ظروفك؟ انا والله انت ايه وضعك؟ شوف العروسه طيب ولا حاجه؟ شايفك مستقريس على وضعك. يعني ده تنك في الاكل يعني، يعني لازم يعني اكل معين، مش اي حاجه. مش باكل اي حاجه، رخم قوي انا في موضوع الاكل بصراحه. طيب احنا لسه هنتكلم ولسه عندنا اسئله ويعني ملفات كتيره جدا. خلينا بس نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. عوده للاهلي في رمضان. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. لسه منورنا الفنان محمد السعداني وشقيقه احمد السعداني المحلل الرياضي، ولسه عندنا حاجات كتير عايزين ندردش معاهم فيها. بس لازم نبتدي برضو على الاقل السيجمنت ده نقف شويه عند الفنان القدير سيد رجب. الحما بقى الحاله دي، مش الفنان الكبير. الحام عامل ازاي؟ اكيد انت ليك كواليس كتير معاه. طبعا هو برضو من الناس اللي يعني هو تراجيديان فظيع وكوميديان فظيع، فانتوا اكيد بتلتقوا في حته الكوميديانات دي بقى. طبعا. ولا ايه؟ لا انا عايز اقول لك اصلا احنا يعني العلاقه بتاعتنا اتفه مما تتخيل. دي حاجه عسل جدا. ما تقولش كلمه جد. عسل جدا. احنا ما بنتجوزش ناجحه يا ابو حميد. احنا ما بنتكلمش كلام جد خالص. احنا الهلس والتفاهه 24 ساعه. الله. ما تقولش كلام جد. حتى لما انا رحت اتقدمت احنا ما قلناش حاجه مفيده. احنا ما اتفقناش، ما اتكلمناش في حاجه. احنا قعدنا نهزر وكلنا وهي والبت اتخطبت وهو صباح خلاص كده. لا الدنيا. وخلي بالك طب الجوازه قرفتها حلوه من اولها. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احنا اشتغلنا حتى مع بعض في ابو العروسه ثلاث اجزاء، اشتغلنا سيزون 1 و2 و3.
فطبعا ده قرب ما بينكم اكتر كمان. طبعا طبعا احنا علاقتنا الحمد لله حلوه جدا، وفي نفس الوقت احنا بنتعامل مع بعض على ان احنا صحاب، لان انا اصلا اشتغلت انا واستاذ سيد قبل ما انا اصلا يعني انا ما كنتش اعرف ان دي بنته يعني. انا بسمه كانت، انا كنت بخرج مسرح وبسمه كانت مساعده معانا في المسرح، وانا كنت بعمل سيت كوم اسمه سته ميدان التحرير، وكان كنت انا وانتصار ومجموعه كبيره قوي. وكان الاستاذ سيد كان جه عمل معانا ضيف شرف، كان بيجي نجوم كتير قوي يعملوا ضيوف شرف. فاحنا حظنا حلو ان احنا جينا في اوضه واحده مع بعض وبقينا اصدقاء، وانا ما اعرفش انها بنته. وبعد كده اكتشفت ان هو ان هي بنته وانا ما كنتش اعرف. يعني انت وقت ما انت كنت معجب بيها ولا لسه ما يعني كنت تعرفها عادي؟ يعني كنت اعرفها عادي ولسه ما فيش حاجه يعني. ونشتغل مع بعض في المسرح، واصحاب وبنت خالتها تبقى صاحبتي جدا ومن اناتيم يعني وكده، فالعلاقه عاديه يعني. ففجاه الموضوع حصل واحنا مش فاهمين في ايه، بس العلاقه لطيفه جدا في اطار الصداقه، ومفيش اي جمله مفيده بتتقال يعني. بس انت جميل والله. يعني انا مثلا ممكن ابقى معدي في الصالون فلاقي الاستاذ سيد نايم على الارض ورافع بنتي في الهواء، يعني الاقي ابني بيجري وهو بيجري وراه، حاجات كده والله ما بهزر. انت مخلف كم حد؟ انا عندي هنا عندها 7 سنين ونوح عنده 3 سنين. اوكي. وبسمه مش في يعني بسمه مونتيرا، بسمه مونتيرا وزياد اخو بسمه مساعد مخرج. احنا عيله فنيه يعني. انت كام سنه يا محمد؟ انا تديني كام؟ يعني باللي انت عمال تقوله يعني انا اقول 38. يعني انا 39. طيب حلو. طيب قربت جدا. وهنا 29. 30. 30 لسه تمام 30 بالظبط. اكيد لسه بدري على الجواز. طب وانت الوالده سايباك قاعد كده في قرابيسها لغايه دلوقتي ازاي كده والله؟ والله انا الناس كلها مش عارف ليه عايزه تجوزني يعني. اي حد صحابي، يا المشكله ان صحابي بيبقوا كلهم بيفركشوا وعايزيني اتجوز. انت الوحيد في اخواتك الولاد والبنات؟ لا انا واخويا الكبير. هو واخوك الكبير. بس اخويا الكبير خالص هم فقدوا الامل فيه خلاص. فقدوا الامل فيه. فكم سنه بقى الكبير؟ لا الكبير اكبر مني ب7 سنين ولا حاجه. فهو لما امي زهقت خلاص يعني من كتر ما بتقول له يا ابراهيم اتجاه، هو ما بقاش يرد عليها اصلا، وهي ما بقتش تساله. يعني هو ما بقاش يرد عليها اساسا، احنا ما بقناش نساله يعني. فاهم؟ بس وحياتك لما النصيب يجي هيبقى له قول تاني. طبعا 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 ده اساسي. طب انا عارفه ان انت اهلاوي جدا يعني، ده جداً مفروغ منه جداً. بس انت كنت بتلعب كمان في الاهلي؟ انا ما اتقيدتش في الاهلي. بس انا كنت بروح كتير جدا، وكان في كابتن بدر رجب ده حد يعني في الاهلي اسطوره يعني، ومكتشف كل اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي دلوقتي. كان كل ما اجي اروح يحصل حاجه دايما. بس انا لعيبه الاهلي اللي هم سني جيل ال 93 ده معظمهم كلهم صحابي يعني. على طول كنت بروح دايما مثلا احضر معاهم فتره اعداد، بس كنت كل ما اجي خلاص اتقيد يحصل حاجه، يا اما بابايا مثلا ما يعرفش يوديني، ان انا ساعتها كنت في المدرسه والاهلي بيتمرنوا في مدينه نصر وانا في الدقي، فكان يحصل حاجه ما اروحش اقول طب لا السنه الجايه السنه اللي بعدها. بس انا لا يعني لعبت في طلائع الجيش، ولعبت في لعبت في حتت والشرطه، لفيت يعني لفيت لفه حلوه في الكوره. بس طيب على صعيد بقى النقد والتحليل، وانت شايف دلوقتي وبالذات بعد ما السوشيال ميديا بقت موجوده في كل الدنيا وبشكل طاغي، وبقى في اشخاص كتير قوي ما بين بينقضوا ما بين بيحللوا، فبطبيعه الحال بقى في منافسه شديده جدا. هل انت بتفكر فيها كمنافسه، ولا انت بتعمل اللي انت حاسه وخلاص يعني؟ ديك حساباتك كراجل محلل رياضي؟ لا انا هقول لحضرتك، انا يعني اول ما بدات الموضوع انا بدأه عشان انا بحبه، انا شايف ان انا عندي موهبه في الموضوع ده، خصوصا كمان ان انا لعبت كتير. فدايما كان بيبقى عليا ضغط شويه لحته ان انا الناس، انا ببقى لسه بادئ مثلا، وغصب عنك انت بتكمبيت مع ناس بقى لها 7 سنين و8 سنين. فالناس دي تحتها تيم شغال وتيم مونتاج وتيم مش عارف ديزاين وتيم ايه وتيم ايه، انا لوحدي، فانت غصب عنك بتتحط في المقارنه دي. فانا بميز نفسي بقى مثلا بايه؟ بان انا ممكن اقول حاجه اللي غيري ده ممكن يكون ما يعرفش هو يقولها. ليه؟ لان هو مثلا ما لعبش. في ناس يعني، انا مش قصدي ان انا مثلا بقطع في حد، لا هو كل واحد ليه وجهه نظر، اصل في الاول في الاخر كوره، فانت ممكن واحد يبقى رايه يعني مناسب ليك، ممكن واحد رايه طب لا طب. فانا بشوف ان انا لا بس يعني اسلوب الطرح برضو خلي بالك ممكن حتى يستميل حد وجهه نظره مغايره تماما لوجهه نظرك، بس جد طريقتك في يعني بالظبط. انا بقى اللي بحاول اعمله شدته، ان انا ببسط الموضوع للي بيتفرج يعني، مش بحب اقعد اعقد الدنيا، لا انا بقول رايي بس بطريقه مبسطه جدا، فبحيث ان انا لما اللي بيتفرج عليا ده يحس ان الموضوع وصل له، اللي هو يا عم انت ما تطلعش تقول بس في مسميات وكلكعه لان الناس دايما خلي بالك بتتضايق من حته المحلل اللي يطلع يقعد يقول في اسماء وبوكس تو بوكس وهاف سبيسز ومش عارف ايه. يا عم انا مش فاهم الكلام ده. ايوه صح. انا قاعد في البيت، انا نفسي ببقى اهلي اللي انت بتقوله ده. انا قاعد في البيت يا عم، انا انا عايز اتكلمني ببلدي. ايوه حتى في عالم المعلقين بقى كل واحد بيدور على مفردات لازمه معينه، لازمه عشان ابين ان انا فاهم. لا انا مش بعمل كده. وخلي بالك حضرتك من حاجه، ان انت تنتشر دلوقتي على السوشيال ميديا
في حاجات ممكن تعملها تخليك تنتشر اكتر، بس انا مش بفضلها. انا شايف ان انا مميز في الحته دي، يعني انا عندي كونتنت، انا فعلا مميز في الحته دي. ممكن انا لو قلبت الموضوع مثلا سف وهزار وبتاع ممكن اريتش الناس اكتر. ده بيحصل على مستوى كمان الشاشات عندنا ما شاء الله، ناس يعني بيطلعوا يقولوا اي كلام عشان يطلعوا بالظبط. وانا اعرف ناس مثلا عمرها ما لعبت كوره، عمرها ما لبست شورت، وبيطلع يتكلم في الكوره. يعني في منهم ناس انا عارفهم، انا عارفه اصلا هو ما بيعرفش يلعب كوره ولا بيفهم في الكوره، بس هو يعني فاهم يعني يلا ناكل عيش. لا لا ده بيحصل، وتلاقي ناس بتتابعه كتير جدا. طبعا هو رزقه بتاع ربنا، بس انا كان حضرتك في ان انا لا انا شايف ان انا مميز في دي. انا لعبت ولعبت مع مدربين اسامي كبيره جدا، اهلي وزمالك، يعني لعبت مع اسامي كبيره. لا وكمان كان بيقول توقعات، يعني مثلا كاس العالم اللي فات ده كان بيطلع يعمل فيديوهات من قبلها، كان بيقول التوقعات انا شايف ان كذا وهيحصل كذا وهيلاعب كذا وهينزل كذا وبيحصل. انا الناس كلها كانت بتشتكي، يعني انا قبل كاس العالم كنت بقول ان البرازيل مش هتخش سيمي فاينل، ومصر كلها كانت متضايقه برازيل كاس العالم. فطبعا كله كان بيتكلم، انا كنت بكلمه اقول له ها قول لي التشكيل، قول لي ايه الاخبار، وكنت قايل ارجنتين هتاخد كاس العالم، يقول لي ارجنتين والنهائي كذا واللي هياخد احسن لعيب كذا. فانا اتفرج اقول يا ابن انت بتفكر قدام بقى تنقل يعني مع السوشيال ميديا او الديجيتال برامج لو جات لك حاجه؟ انا نفسي جدا، يعني انا اصلا حاليا اصلا شغال في بنك، بس انا بحب جدا الكوره، وبحب جدا ان انا يعني حته ان انا اطلع اتكلم في الكوره سواء حتى في قنوات. طب او ممكن تعمل ده من خلال السوشيال ميديا مبدئيا، وديك بتشوف بقى الناس بالظبط. قنوات كتير بتستعين بالناس بالزبط اللي بيلمعوا على السوشيال ميديا، هو حاليا كفنانين حتى بالمناسبه، يعني بعيدا كمان عن طبعا هو ده بقى مقياس على فكره، واكيد حضرتك عارف ده برضو بقى مقياس في كل المجالات مش في الكوره بس، في الكوره وفي التمثيل. وايه ده عنده فولورز كتير، ده عنده ناس كتير بتتابعه، هاته. هي بقت كده. انا داخلها بس بحته ان انا اكبر نفسي في الموضوع ده، لان انا اللي متحكم في الموضوع ده. فلما يبقى عندي متابعين كتير وناس كتير بتتابعني وناس كتير كده، هتلاقي مثلا قنوات بتكلمني عشان اعمل حاجه او عشان كده. فانا شايف ان دي احسن سكه وانسب سكه ليا ان انا ادخل منها. يعني هو البيج بتاعته والبرنامج بتاعه اسمه الحاوي، يعني الحمد لله في فتره قريبه جدا في قليله بقى عنده فولورز كتير بيتابعوه بجد، لان هم بيبقوا 8 شهور تقريبا شايفين ان هو بيتكلم كوره بجد. المبدا اللي كنت بساله بموجبه او بناء عليه موجود وبشراسة أكتر بكتير في مجال الفن، وانت سيد العارفين. أنا عايز أقول لك، ما هو للأسف السوشيال ميديا زي ما هي حلوة جدا زي ما هي ليها مساوئ كتيرة جدا. يعني أنا مثلا بشوف أن في مجال الفني، مجال الفن أنا شايف أن ليها مميزاتها طبعا وليها عيوبها. بس النهاردة خليني أقول لك على حاجة وانت أكيد هتبقى فاهم كلامي ده. النهاردة المنتجين والأعمال الفنية بقت بتقيس بالفولورز. يعني انا مثلا انا كسعداني، انا واحد طالع مع الجيل القديم، يعني انا مش بقول ان انا طالع، يعني انا فعلا طالع مع الاجيال القديمه اللي هتلاقيهم اصلا غير مهتمين بالسوشيال ميديا. وانا من الناس الاجيال اللي هي تالنتد موهوبه بجد، مش اللي هي طالعه بتقدم محتوى فجالها فولورز اي سبب ان كان، او شاريه الفولورز. يعني احنا هتلاقي الاجيال القديمه مش مهتمين بالسوشيال ميديا قوي زي الاجيال الجديده. وطبعا انا مش بقول لك ان ده صح 100% ولا غلط 100%، بس النهارده ممكن تلاقي مثلا المنتج بيفكر يقول لك مثلا اكس ده ممثل هايل وقوي جدا، بس انا هجيب واي علشان عنده مثلا 2 مليون او 3 مليون فولورز وهو لسه طالع بقاله 6 شهور. طب هل الواي ده هل هو فاهم فن او فاهم كاميرا او فاهم يعني ايه؟ المشكله ابعد من كده بكتير واعمق. جزء كبير من الناس اللي بيحققوا الترندات هم الاقل موهبه، هم الاقل امكانيات. في ناس منهم مش مجرد ما عندهمش حضور، ده في من ناس عندهم انصراف، ومع هذا سبحان الله والله بكلمك. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بتشوف ان هو مثلا اليوميات زوج اسمه فلان وفلانه، فلان وفلان دول لوحدهم. لا وفي عندك المذيع بلا ذكر اسامي، انا مسميها الخليل كوميدي، اكيد انتوا فاهمين قصدي. لا الخليل كوميدي دايما اعلق لها الخليل كوميدي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، جيب لي ان في ناس اصلا مش بتقدم كونتنت، في ناس اصلا مش بتقدم حاجه، يعني مش بتقدموا اي محتوى ولا اي كونتنت ولا اي حاجه، وتلاقي عنده فولورز كتير جدا. يعني هو بس صباح الخير يا جماعه انا رايح الجيم النهارده وهنزل اجري وبتاع، وتلاقي عنده فولورز كتير جدا. فهو حتى ذوق الناس للاسف الشديد ان احنا بنتكلم في الذوق كمان ابتدى يختلف بشكل كبير. وحتى يعني كمان عارفه الفكره في ايه؟ الفن او مهنه الفن او السينما او عامه مهنه الفن يا جماعه دي مهنه بجد مش سهله، دي مهنه صعبه جدا وشقه جدا. فانا لما اجيب واحد مثلا ماسك الموبايل وقاعد على السوشيال ميديا، فهو عنده ثقه بنفسه لان ماسك الموبايل وقاعد في الصالون في الليفنج روم. انما لما انا اجيبه في وسط مخرج ومفنانين و150 واحد ورا الكاميرا، فبالتالي الاداء بتاعه بيبقى اقل بكتير. بلس كمان ان هو بيتوه، لان هو مش عارف ازاي ان المشهد بنقعد فيه 3 ساعات ويتقطع من كل الزوايا، فالاداء بتاعه بيقل جدا فبيطلع وحش. فيجي يبتدي المنتج يقلل له دوره. طب ما انت جبته من الاول ليه؟
تعرف والعكس صحيح، لو حد مثلا ممكن يبقى تالنتد بس هو مش عارف وراح تلاقي المشاهد بتاعته زادت. طبعا انت عارف ان انا مثلت قبل كده والله. لا لا اقول لك بعد الفاصل بقى. طب هتقولي لي بقى هنشتغل مع بعض. انا عايز اقول لك انا والله العظيم انا اغلبيه كل الحاجات اللي رحتها والله العظيم يا اما كنت ببقى كومبارس او يا اما كان بيبقى ليا مشهد ويكبر. طب يعني مثلا اديكي مثال، انا ملك وكتابه كنت رايح برضو كومبارس والله العظيم. انا بحب قوي يعني المصارحه مع الذات. لا والله العظيم كومبارس وفخور يا جماعه. فخور جدا انا كنت رايح كده. وكان اللي مقتنع بيا كان الاستاذ شادي الرملي مخرج حاليا ابن الاستاذ لين الرملي طبعا الله يرحمه، كان بيحبني جدا نشتغل معايا اعلانات كتير قوي، وانا كنت بشتغل اعلانات مع نجوم الاخراج، فكان مقتنع بيا وقال لي المساعده الثانيه روحي هاتي ساعديني اعمل الدور ده، دور ارتجالي وانا مفروض بتريق على الاستاذ بتاعنا اللي هو استاذ محمود حميد. فانا هي ما كانتش المساعده مقتنع بيا اصلا، فانا رحت عملت الشوت وما حدش كلمني ولا حد معبرني، فانا عملت الشوت وانا بعمله هنبقى نكلمك بقى. لا وانا بعمله سامع ضحك، فانا برضو اقتنعت من جوايا ان في حد ان هم بيتريقوا عليا. ما تركزت حتى لو كان. لا ما انا مش مركز كدا. انا بعد ما خلصت لقيت تسقيف هستيري. ده بالعكس ده استحسان. ما انا طبع. مش فاهم بقى، ما انا لسه طبع. بقى مش عنديش ثقه في نفسي وبتاع، فلقيت تسقيف وانا برضو مش فاهم في ايه. لقيت كامله ابو ذكري المخرجه جت لعبت في خدودي كده، قالت لي انت جميل انت اسمك ايه؟ انا اسمي سعدان. انت حلو قوي، قرب بقى الكاميرا خده كلوز حلو وتعالى كل يوم. يا سلام. ملك وكتابه ده كان فتحه خير بقى عليا. انا احمد حلمي ومنى زكي شافوا الفيلم ده، وانا في نفس السنه بعديها كنت في مطب صناعي مع احمد حلمي سنيد دي، وكنت مع منى زكي واحمد سقا في تيمور وشفيقه السواق بتاعها. وبعديها بقى عند ليه بتدقي وحاجات كتيره جدا. كل النجوم دول لازم نعرف منك كواليسهم والاختلافات اللي انت لمستها في شخصياتهم. بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الدردشه الحلوه دي، خليكم معانا اتفضل. حديثنا لسه مستمر ويعني 10 دقائق تقريبا على انتهاء الحلقه النهارده، لكن بجد استمتعنا بالفقره كمان الاخيره تحديدا احمد ومحمد السعداني، او زي ما بيتقال عليهم عيله فنيه جدا والقعده معاهم حلوه جدا بصراحه. ورحنا لكذا يعني محور في الكلام، لكن خلينا برضو نروح شويه بقى لرمضان. انا وكريم لو انتوا اتفرجتوا على الانترو كنا بنقول رمضان احنا تقريبا يعني اجيال واحده، كريم برضو معانا ما فيش مشكله. كتر خير كتر خير. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. يعني هو اكبر مننا في حاجه جيل الحفريات. هي بس من باب المجامله بتقربني. لا والله جان صحي وبيلعب في الروح. جان والله. لا والله ما يبانش، بالعكس يا كريم انت بتبان عظيم. بس احنا زمان جيل الايتيز واول الناينتيز بالنسبه لنا رمضان كان ديفرنت، كان احلى، كان كنا بنتكلم عن الجيران، كنا بنتكلم عن اللمه اكتر. دلوقتي حتى لما بيبقوا العيله متجمعه تلاقي الاطفال، حتى مش اطفال والله، انا عندي يعني قرايبي بره في السن ستينات وعلى طول ماسكين الموبايل. في حاجه غلط يعني رمضان مختلف صح؟ طبعا احنا زمان انا فاكر ان العيله وكل المنطقه يعني كل الشباب الصغيره في المنطقه بالكبار كنا ننزل نجمع فلوس من بعض ونجيب الزينه ونجيب فوانيس ونقعد نعلقها ونبيض البيوت والمداخل العمارات والشارع ونعمل ونلم فلوس من بعض عشان ندي الناس المحتاجه وكده. لا دلوقتي ما فيش الكلام ده. حتى ايفن اف لو بيحصل وهو مش يعني مش من قلبنا قوي او مش متصدق قوي او بقى رمضان فايبس. لو حط لي كده بس زينه هنا كده بقت رمضان فايبس وفانوس قديم من 3 ساعات علقوا كده بس عشان نبقى عملنا اللي علينا. أيوة بقى صح. لكن الاجواء ما بقتش يعني بصراحه. وتلاقي الصور والسوشيال ميديا بقى كل واحد لابس لك ماسك لك المصحف والجلابيه البيضاء والسبحه. ولسه من يومين كان سهران لسه قاتل واحد من قاعد جنبي كان سهران جنبي. انا عايزك ترجعنا بقى للنجوم الكبيره والكتيره اللي انت اشتغلت معاهم، وانت بترص كده اسماء الاعمال اللي انت شاركت فيها كلهم نجوم في الاخراج وفي التمثيل طبعًا. يعني الحقيقه طبعًا. على الصعيدين. فخلينا في النجوم التمثيل، انت اشتغلت مع مجموعه مش قليله منهم طبعا. يعني مثلا حتى الكوميديان منهم كوميديان قوي يعني فاهم ازاي، يعني نجوم في حتتهم كل واحد على حده. حد زي النجم الكبير محمود حميده في حتته، هو طبعا راجل برنس، انت طبعا سيد العارفين طبعا طبعا. قول لنا كده يعني باختصار شديد ذكرياتك اللي ما تتنسيش مع كل واحد فيهم على حده، ابتداء من علاء ولي الدين الله يرحمه. علاء ولي الدين الله يرحمه كان انسان بجد جميل قوي فوق ما تتخيل. يعني انا فاكر في مره كنا بعد فيلم الناظر كان عمل نجاح كبير قوي، فكان في ندوه كنا معزومين عليها عشان نتكلم عن الفيلم وكده. انا فاكر انا طبعا كنت قبل يعني، فاستاذ علاء اول ما دخل انا فاكر ان هو دخل سلم على واحد واحد قاعد في الترابيزات وهم اصلا مش شايفينه، يعني هم اصلا ما يعرفوش ان علاء ولي الدين جه. هو داخل يسلم على واحد واحد وهم وبيعرفهم على نفسه. فانت جميل قوي وكان الكواليس بتاعته كانت جميله قوي، تحس ان انت مبسوط ومرتاح مش خايف. هو كمان عنده الحس الروحانيات جدا عنده جدا جدا، وطول ما هو قاعد اذكار وصلاه على النبي طول ما هو قاعد.
ده الاستاذ علاء ولي الدين طبعا. طبعا احمد حلمي انا بعشقه. احمد حلمي من الناس اللي كانوا بجد ادوني فرصه في البدايه. احمد حلمي جميل قوي وانا بحب مدرسته جدا لان هو من الناس اللي بيفهم دراما كويس قوي وبيشتغل على الورق جدا. يعني انا فاكر كان جاي لي النسخه بيقول لي بيشتغل على نفسه كمان كويس جدا وبيطور جدا. كان بيجي يقولوا لي انت معاك نسخه رقم 12 ولا 13؟ اقول لهم انا معايا 12. يقول لي لا خد 13. فهو طول الوقت بيشتغل على الورق بلس كمان هو بيعمل يعني هو بيغير في السيناريو طول الوقت شغال على الورق ان احنا نعمل الاحلى. بس دي مش بتبقى بتاعت المؤلف هو والمؤلف يعني هو بيتدخل في الحته دي بي 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 مش بيتدخل ان هو يبوظ هنا. هو في تيم ورك هو والمؤلف والمخرج. ايه رايك طب ما لو عملنا دي دي حلوه يعني وده طبيعي عشان كمان يبقى بيشتغل باريحيه وحابب الحاجه بالظبط. وما دام في حاجه تضيف يلا بينا واي نوت. فانا فاكر ان احمد حلمي كان دايما وانا كنت بحب الطريقه دي قوي دايما بيشتغل على الارتجالات. يعني انا ببقى عارف ان انا راح اشتغل مع حلمي انا مش لازم ابقى حافظ اصلا او انا اصلا طريقتي ما بحفظش انا ببقى فاهم وبحب الارتجالات مش اللي هو بالحرف بقى. يقول لي بص ساعداني احنا هنخش المشهد ده تيجي نعمل ايه؟ فاقول له كذا فيقول لي كذا فيفضلوا قاعدين مستنينا نص ساعه نقعد نرتجل انا وهو نقول حاجات كتير قوي يقول لي بس هو ده يلا نصور ويطلع الحمد لله حاجه حلوه جدا. وانا عمري في حياتي ما انسى له موقف في فيلم اسف على الازعاج. انا فاكر راح قال للمخرج الاستاذ خالد مرعي قال له هستاذنك بس انا عايز ادخل ساعداني وياسر التوبجي قبل ما انا اخش المشهد ده ازوده يخشوا يعملوا حاجه كده حلوه قبل ما انا اخش. فقال له معلش يا حلمي مش هينفع لان احنا جايين من حته تراجيدي وموسيقى وحته مؤثره فمش هينفع ادخل سعداني ومصر التوب جيم. قال له يا خساره. فبصي هو جميل ازاي ان هو عايز يعني حلو قوي. عايز يقول لي معلش والله انا بحبكم وانا شايف ان انتوا ده قليل الاخلاق دي في المجالات طبعاً اللي طبعاً بتبقى صعبه طبعاً. طبعا مثلا الاستاذ محمد هنيدي في عندليب الدق يعني لحد دلوقتي طول ما انا ماشي في شارع عندليب طبعا جميل جدا. وانا فاكر ان هو كان في مشاهد بيدخلني معاه فيها وانا مش فيها اصلا فيقول له لا ساعداني جميل هاته تعالى خش. يعني كان يعني في عارفه اللي هو يعني اللي هو حابب ان هو كل الناس اللي حواليه تبقى لطيفه بالظبط حلوه الروح دي جدا. اشتغلت مع ناس كتير. اشتغلت مع استاذه يسرى واحمد عيد واشتغلت مع احمد السقا ومنى زكي. اشتغلت مع ناس كتير جدا. انا فاكر احمد السقا والله العظيم انا عايز اقول لك انا قبل ما اشتغل مع احمد السقا ومنى زكي انا كنت بركب خيل وكنت وقعت من الحصان ورجلي شبكت في السرجه بتاع الحصان والحصان قاعد يجري بيا. فانا فجاه لقيت حد جري عليا ولحقني ونزلني وقف الحصان ونزلني من السرج وجاب لي حاجه ساعه وانا كنت لابس نظاره ما كنتش لسه عملت عمليه ليزك ولبسني النظاره. فانا ببص قلت له ايه ده انت السقا؟ سيبك من كل حاجه وانت السقا. لا وخلي بالك الكلام ده زمان يعني كنت انا لسه صغير يعني. ولما بقى جيت اشتغلت معاه في فيلم تيمور وشفيقه فكرته قال لي ايه ده يا ابن الذين هو انت ومش عارف. قلت له انت اللي انقذتني. الضحك بقى بعديها ان انا كنت هموته. انا في فيلم تيمور وشفيقه ده لا كنت بعرف اسوق عربيات يعني قصه تموته وحياه ربنا كنت هموته هو ومنى زكي وهدمر الصناعه. ما بعرفش اسوق اصلا بس انا قلت بتعرف تسوق قلت بتعرف تسوق قلت لهم طبعا امال. وانا كمان انا كنت جاي ساعتها من اخر يوم فيلم مطب صناعي والله العظيم اخر يوم ليا في مطب صناعي وكان اول يوم ليا في تيمور وشفيقه. وانا كان دوري اكبر من كده بس حصل ظروف كده انت جاي يعني ففضل لي المشاهد اللي هي بتاعت السواق دي. فقال لي بتعرف تسوق ساعديني؟ قلت له امال ده انا نجم السواقه وانا والله ما بعرف اسوق ولا كان عندي عربيه اصلا. يا نهار ابيض. فانا طول المشهد انا ماليش دعوه بقى انا همثل. فانا محطوط حاطه قدامي والكاميرا ومنزلين لي النضاره ورشين لي عليها حاجات علشان الريفلكشن وانا المفروض ان انا بمثل وابص للسقه وابص ورا المنى زكي. لما بيبعتوا كانوا البعض مثلا بالظبط والله العظيم ثلاثه انا لا بصيت في السواقه وانا في ببص في المرايه الاقي منى زكي بتعملي كده. انا هطلع فوق الرصيف يعني انا هاخد العربيه واطير. الموضوع ابعد كمان من مجرد انت معاك نجوم في البتاع الحطه دي لوحدها ده شقلت فلوس قد كده طبعا طبعا. وفي عربيات طبعا بقى بتجري ورانا منى زكي واحمد السقا وانا ماليش دعوه انا همثل وعايز اقول لك بقى الكاميرا كانت جايباني انا كده ميديم كلوز ومبينه اكتر ورا. احمد السقا كان من تحت بيقعد يعمل الدركسون كده هتقول لي انت بتعمل ايه يلا هتموتنا. قلت له معلش بس عشان انا مش نايم. قال الله يخرب بيتك. قلت قال لي يا ابني انت ما بتعرفش تسوق. قلت له انا بعرف اسوق. قال لي والله انت حمار بس انت عارف ما بنتش خالص ما بنتش انا ماليش دعوه وانا همثل بس كانت توفيق ربنا والله العظيم. احمد برضه عشان الوقت بيجري عايزه اسالك بصراحه بقى عن رؤيتك للاهلي ان شاء الله والهلال هذا الماتش المرتقب اللي الثاني هرجع اقول لا يقبل القسم على اثنين طبعا. بص هو كده كده الاهلي لازم يكسب دي ما فيهاش ان شاء الله. انا متوقع ان الاهلي هيروح بعيد في افريقيا يعني ممكن ناس كتير قوي تستغرب من اللي انا بقوله عشان ممكن الاداء مش احلى حاجه اخر فتره وكده لكن انا متوقع ان شاء الله ان الاهلي كده كده هيكسب الهلال وانا حاسس ان هم هيروحوا بعيد قوي في البطوله يا مسهل ولاعيبه كتير قوي فائت بيرسي تاو واحمد عبد القادر وكهربا بنبقى محتاجينه في يعني في معظم الوقت للاسف بس يعني
لا يعني هو ماتش الهلال كده كده ما فيهاش الاهلي، انا متاكد بشخصيه الاهلي طبعا. لا وعلى طبعا فكره الهلال خايفين جدا، يعني عمالين يلوشوا ويقول لك الاهلي وبيضايقونا وبتاع، الاهلي هينزل انا متاكد ان هيكسب هيكتسح الهلال. خلينا بقى بالامنيه الحلوه دي وان شاء الله تتحقق وتبقى واقع ملموس. خلينا نختم بقى قعدتنا الحلوه دي بالامنيه الجميله اللي اكيد كلنا بندعي بيها، وان شاء الله ربنا يكرم وتحصل بالفعل. كل سنه وانتم طيبين. قال السعداني نورتونا النهارده، ربنا يخليك بنورك، ربنا يخليك. شكرا ليكم جدا بجد، يعني شخصيا في ضيوف بييجوا بنستمتع بيهم، فبجد فقره جميله جدا. وربنا يسمع منك يا احمد على الاهلي ان شاء الله، بس احنا في الاول وفي الاخر واثقين واثقين جدا في الفريق، وعارفين ان شاء الله ان هم هيقدموا افضل ما عندهم. دايما بنتكلم عن الاداء وبنتكلم عن النتيجه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وكنت هقول 10 الصبح في الاهلي، الاهلي في رمضان بحكم العاده. بحكم العاده بحكم العاده احنا اول بنيجي نقول صباح الخير. ايوه ايوه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، مع السلامه.